مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج أرشيف وذكريات. الكثير منا يتساءل عن سر هذه الحياة العظيمة وعن تعقيداتها وغموضها، ويعتبرها في نهاية الأمر أنها حياة عظيمة ومدهشة، لكن عمرنا ما اعطينا لها اهتمام، وعمرنا موقفنا أمامها موقف الدهشة والذهول اللي تحتاجها. وباش نبسط الفكرة ونشرح أكثر، تكون ماشي مثلا في غابة، راح تشوف جذع شجرة مرمي هناك، وتشوف فاكهة طايحة في الأرض متعفنة، وفي نفس الوقت تلقى واحد الفار يتغذى عليها، لكن هذا الفار ما يمرض ما يصرى له شيء. وفي نفس الوقت هذا الفار يكون ضحية لبعض الحيوانات، ربما تكون أقل منه حجم، وكل هذا راح يصب في صالح التوازن العظيم لهذه الحياة. طاقم برنامج أرشيف وذكريات وهو غارق وسط الأرشيف يبحث عن شيء نبثوه لهذا العدد، وجدنا وثائقي علمي نقدر نقولكم هو أقرب إلى الحلم، لمدة تاعه 45 دقيقة، للمخرج زكريا قدور إبراهيم من محطة وهران الجهوية، عنوانه رؤية في عالم منسي. هذا العمل استغرق تصويره أكثر من 8 أشهر، وتم بثه لأول مرة على التلفزيون الجزائري سنة 1993. مشاهدي الكرام، متابعة طيبة. يولد الفأر منتظرا مصيره المحتوم، إنها بداية تنتظر نهاية بائسة. إنه يعرض معلقا مشنوقا لغرض إشهاري يمكن صاحب هذا المحل الفخور بفعالية أدواته لجلب الزبائن وتحقيق أرباح وافرة.